اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة احترف برنامج وورد. في هذا الفيديو راح نتعرف كيفية ادراج خطوط اسفل الفقرات. طبعا هذه الخطوط تستخدم عادة في البحوث والرسائل والاطاريح والاسئلة الدراسية. طبعا هذه الخطوط هي عبارة عن فاصلة بين فقرة وفقرة اخرى. مثلا عندنا هنا سؤال وحبينا نفصل هذا السؤال عن السؤال الاخر. طبعا راح ننزل اسفل السؤال من خلال نضغط على انتر، وعندنا مجموعة من الأنواع لهذه الخطوط راح نذكرها كلها، وأنت بإمكانك تختار الخط المناسب لك. أول نوع هو الخط المستمر البسيط، طبعا نضغط 3 مرات على علامة الناقص ومن ثم نضغط على انتر. إذا لاحظ هذا هو الخط المستمر البسيط. النوع الثاني هو الخط المستمر الغامق، طبعا نضغط على الأندرسكور اللي هو شفت علامة الناقص 3 مرات ومن ثم انتر. إذا لاحظ أنه أصبح الخط متصل وسميك. عندنا طبعا الخط المزدوج، نضغط على شفت وعلامة الهاشتاج اللي هو شفته 3، عندنا هذا الخط اللي هو خط المزدوج. وطبعا عندنا الخط المتصل المزدوج البسيط اللي هو نضغط على علامة اليساوي 3 مرات. إذا لاحظ هذا هو الخط المزدوج البسيط، نفس هذا الخط ولكن مزدوج. أيضا عندنا الخط المنقط اللي هو شفت رقم 8 علامة النجمة 3 مرات. إذا لاحظ بهذه الطريقة عندنا الخط المنقط. طبعا بإمكاننا نضيف هذه الخطوط بشكل آخر وبتنسيقات أخرى، وأيضا بإمكاننا نتخلص من عدها من خلال أنه نحدد هذه الخطوط كلها، وطبعا مع الفقرة مع النص. وطبعا نذهب إلى الصفحة الرئيسية ومن ثم نجي إلى هذه علامة الحدود والتظليل ونختار بلا حدود، راح تختفي كل هذه الحدود. طبعا حتى أضيف الخطوط بطريقة منسقة أكثر راح أخلي الماوس بأي مكان بالفقرة، مثلا في بداية الفقرة، ومن الصفحة الرئيسية حدود وتظليل وأختار حدود وتظليل. طيب من هذا الخيار راح أختار نوع الخط، أي خط أنا أشوفه مناسب، مثلا هذا النوع. وطبعا عندنا هنا اللون، بإمكاني أنه أختار اللون، وأيضا عندي هنا السمك، بإمكاني أنه أختار السمك اللي أشوفه مناسب. إذا لاحظوا هنا عندنا الخط راح يكون هو حول الفقرة من جميع الجهات. إذا أريد يكون أسفل الفقرة طبعا أختار هذا الجزء، أو بإمكاني بشكل يدوي من الماوس بإمكاني أنه أحذف جميع هذه الجهات وأختار الجهة اللي أريد الخط يكون بها، من اليمين من اليسار من الأعلى أم من الأسفل. مثلا أريد الخط يكون بالأسفل أسفل الفقرة، راح أضغط هنا كليك بهذه المنطقة وأختار موافق. إذا ألاحظ أن الخط راح يكون بهذه الطريقة. أيضا بإمكاني أنه أتخلص من هذا الخط من خلال أنه أحدد الفقرة مع الخط وأروح إلى حدود وتظليل وأختار بلا حدود.